الألم تنسى ولو مرة الندم تلقى الهوى وترتاح يمكن بعد هم وشقى يهدى الألم تنسى ولو مرة الندم تلقى الهوى وترتاح صدقني يا حزن النخب حزني ترى أنا أغدر بهلي وانت أغدر أهلي صدقني يا حزن النخام حزني ترى مثله أنا أغدر بهلي وانت أغدر أهلي وانت أغدر أهلي انت أغدر نبقى ويبقى حزننا دايم صغير نبقى ويبقى حزننا دايم صغير قدام لما تهلا وتبقى الحياة تبقى الحياة أجمل كثير بأهلها وأحلى بمجادي في الأمل تبقى الحياة تبقى الحياة تجمل كثير بأهلها وأحلى بمجادي في الأمل وأحلى بمجادي في الأمل الجوازات والتذاكر جاهزة كلها يوم ولا يومين وحنا في الهواء طايرين أنا اللي بوريك العالم يا أبو براك أنا زين 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 يعني متى الاثنين الثلوث يومين يومين بس يتأكد الحجز حنا مسافرين طيب يا سيدة والحجز ليش ما أكدته شو اللي حجز ما حجز أنت حبيبي 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 ذاك من ذاك اللي حصل له حجز هالايام الدنيا صيف والعالم كلها برا ترى ما في الا انا وانت اللي حظ اللي قاعدين في الديره ترى طيب وهلي هاي هلي ما هلي اقول لك العالم مختارشه كلها برا تقول لي هلي انت صاحي انت بس انا يمكن اودي ابوي المستشفى للرياض بدينا من الحين هلي وهلي اشوف لا يا حبيبي ابو براك صح صح وياي عدل احنا داخلين على شغل يبي لمخ رايق يا رايق وش فيك ايوب اكلت براطمك خلصوا ترى خلصوا وش فيك لا ما في شيء ما في شيء بس كنت افكر لا يا ايوب لا تفكر ولا تكثر لتفكير اخلص علي ويدك على 3000 اخلص شنو توني الحين معطيك 5000 يا ابو براك اذا تبي تستانس عدل وتبي ذيك الفنادق الطيبه والاماكن الممتازه لازم تقرقش جيبك عشان اعرف ابسطك عدل يلا بقول
اقوم اضبط لك شاهي يا مسافر. خذني معاك ان كنت مسافر، خذني معاك. منيرة، ايش فيك يا ابوك؟ ايش فيك اليوم ضايق خلقك؟ ما فيني شيء يا يبا. خذي ابوك منيرة، اخذي بطلع الشنطة واخذي مني الفلوس اللي تحتاجينه، اشتري لك هدوء، واذا امك بعد تبي اعطيها يا ابوك اعطيها. لا يا يبا، أنا شريت لي هدوم، مو محتاجة شيء، كل شيء عندي، راتب، كل شيء. منيرة، أخذي يا أبو بيج، أخذي، إذا تحبيني أخذي يا منيرة. الله يحفظك يا أيوب، أهم شيء تقوم لنا بالسلامة. الله يسلمك. منيرة، ليش هذا يا ابوك؟ ليش تبكين يا ابوك ليش؟ ترى الدنيا هذه كلها ما تسوى. ما تشوفين اليوم الزيني اسولف واضحك. بس هذا يا ابوك بس. يعني تبيني ارقص عشان تعرفين ان انا زين؟ زين. ها ها ها. ايش تبين؟ خلاص يا يبا، لا تفكر ولا شيء، وإذا أنت شكاك في ربعك هالشكل خلاص من أولها مع السلامة، باي باي. لأن أنا يا يبا أحب شغلي يكون أساس الثقة. تعرف يعني شنو الثقة؟ يعني اللي في جيبي في جيبك، تسلفني وأسلفك. لازم نتفاهم يا أبو براك، لازم نتفاهم. بكرة بيكون عندنا شغل. بس انا ما اقصد حبيبي بلا بسمه. بس انا واحد، لا تكون تفكر اللي اخذه من عندك احطه في جيبي. لا، هذا كله في مصلحتك، ولا انت بتقعد طول عمرك شحات من ابوك ومن غيره؟ بس خلاص خلاص اعصابك. ها هذه 3000، خذ هاك. ابعدي والله ابعدي يا ابو براك، كله في مصلحتك. لأنك لو تتخيل وياي وتفتح ذهنك تشوف ذيك اللوحة اللي محطوطة على ذيك العمارة اللي حبها قلبك حجر. نعم، ومكتوب على اللوحة مؤسسة بدر بن براك العالمية للاستيراد والتصدير. نعم نعم، هذا الشغل العدل. إيه، وجنبها نحط لك منطاد على أمرك، ونحط لك ذاك الليزر يطقطق في الهواء، وأنا السكرتير مالك طبعا. من الصبح وانت موجود وتوك جاي لنا؟ عليك حق يا خالي. شفتي يا يمه، ما انا اللي قاعده احاتي، هو مو مخليني على فضله. معاش اللي خليش على فضله يا موزه. بس انا يا اختي مريت هلال وتغديت معه، وبعدين مريت الحج عبد الله وقلت ابارك لسعود مره واحده، وهذا انا جيتكم على اساس ما اطلع. يعني صار علي حق الحين؟ اي عليك حق، شمع عليك حق. حتى انا قمت احاتي اقول طالع قبلنا من الحسن، المفروض من الصبح عند اختي موزه، لكن ايش اقول؟ ابو طبيع ما تزعل طبعا، لقافه مشهور مني. لكم علي كل الحظوظ، خلاص حقكم على الراس والعين، ايش تبون بعد؟ نبيك تقعد عندنا اسبوع. انزين الحين خلوني اروح المجلس اسلم على الرجاجيل، وتالي نجي نسولف على راحتنا، زين؟ يا سعود شاغل بالك. من در ان سعود عنده اجازه وهو شاب علينا، بنزل الدمام بنزل الدم. قلنا خلاص احنا نروح وياك، سبقنا وجا. الا شلون عمه براك وعياله؟ خله الحين عمه. قولي لي
مبارك ما اشوفهني، قول ان شاء الله اشتغل بس. لا اشتغل ولا سوى شيء يا اخويتي، ما براح دواره بهالسياره ليل ونهار دواره، ماكل قلب امه. ان شاء الله بلاقي له شغل يا يمه، ولا انا بصراحه ودي اكمل دراسته. الحين هذا مبارك ايش فيه؟ مو بصاحي. الناس تدور وظيفه بالتفك، وهذا الوظيفه جايته الى مكانه، ايش في هذا؟ هذا اللي صار يا حمد. بفاضل ايش رايك في هالسالفه؟ الحقيقه شيء يحير. يعني مؤسسة هالكبر وفيها من الموظفين أشكال وألوان، أكيد بيلقى المكان المناسب له أكيد، وبعدين راح يكون معزز مكرم من معزة أبوه الله يرحمه. يا جماعة هو ايش يبي؟ يا ابن الحلال خلى على راحته، أنا أهم شيء عندي بلغت الحج عبد الله. بعدين يا جماعة سلفتكم عن مبارك نستنا سلفة هلال. أقول حمد شو أخبار هلال يا أخوي؟ قريب عندنا في الخبر ولا نشوفه؟ إلا على فكرة عيسى، مو هلال يشتغل معاك في نفس الدائرة؟ أبو فاضل وين خبرك عتيج؟ الحين هو في قسم بروحه صار له كم سنة مو وياي، بس أنا أسمع عنه أخبار زينة، يقولون إنه صار مسؤول كبير. ازهم على عيسى إذا عندك الرقم. يا ابن الحلال اتصلت عليك هذا مرة بس الظاهر إنه غير رقمه. ازهم علي يا حمد ولزم عليه إلا يجي، من زمان يبقى ما شفناه، من سنين. إيه لحظة أشوف. الله لا 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 إلا حمد. ها فاضل ولدي من راح لحد الآن ما رجع، إيش سالفته؟ فاضل أخذ رقم سعود من عندي وطلع، ما أدري وين راحه. إيش دعوة يا سعود؟ ليش هذا كله يقول؟ ليش يا سعود؟ حتى التلفون ما فيه، خلاص خلاص ما كنك تعرف احد. شفت ساكت مو قادر يرد، شفت؟ يلا شو نقول بعد؟ الجايات احسن من الريحات، قول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يتحسن ويتصل عليكم ان شاء الله يا رب. لكن ما اقول غير من لقى احبابه نص اصحابه. هاي احباب يا منصور، نسينا لسنين تقول احباب، بس اقول ما يلا انت لو شايفه هو صغير تذكره ندلقم ندربح. أقول لك أبو يركب خايف من عمه بعد ما طلع من الماي كان عذرته. أنت اسكت يا منصور، أنت آخر واحد يتكلم. اسكت ولا ترى بقول له عن سوالفك أيام المدرسة. لا 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 خلاص أنا بسكت، بس شوف تذكر أنا كم مرة قايلك تتصل على أهلك ربعك على الأقل، وكل ما قلت له اتصل يقول لا ما بيتصل خايف، وكل ما نتذكر شيء إلا شوي وبيصيح. دعوة يا سعود، مش منا خايف، احنا اهل والدنيا تغيرت واللي راح راح ولا خوف. الخوف اللي يقصده منصور غير اللي انا اقصده. منصور فهمني غلط يا فاضل، انا خايف بس مو من الشيء اللي انا عارفه، خايف من المجهول، من الشيء اللي ما عارفه. شفت كل من زعل قام يقول شعر. يلا اللي تعرفه يا سعود مثل ما هو، ما تغير ما برح على حاله، واللي ما تعرفه أنا أقولك إياه، وإذا كان تقصد عمك أرجوك أرجوك يا فاضل لا تكمل. عمي أنا سمعت أخباره وعرفت عنه كل شيء، وسمعت عنهم بعد بس ما أدري هم سمعوا عني شيء. فاضل أنا ودي أعرف، ودي أعرف أنا شنو بالنسبة لهم. هذا أنا ما أدري عنه. الله يهداكم، إحنا نبغى نغير الجو، نبي نستانس ما نبي نزعل. بعدين الله يهداك انت رجال ضيف عندنا، صاك عليه صكك كأنك تجوري. الله يهداك، اللي راح راح، ذكرني بيتنا والديره والسدره الصغيره. يبا اللي راح راح خلاص، كله منك انت. هاي امه شلون ابوي الحين؟ راقد. واخوك ما اتصل؟ لا ما اتصل. خالك بعد ما ادري ايش فيه هالمره، من راح ما اتصل. يا يما خالي سواق، على كيف اللي يوديهم مكه، متى ما بغوا يقعدون بيقعد معاهم، بغوا يمشون بيمشي معاهم. كان زين اخوك يشتغل معاه احسن من الدواره في هالسكه. بدر بدر ما يبي يشتغل ولا يبي يصير مثلهم، يبي بس يخانق ويتامر علينا. تليفون رن، يمكن هو خلاه اروح اشوفه.
الو عارتونا في طريق انا ومنيره. الحمد لله بخير طيبه. لا بس بطيتوا هالمره، العاده يومين ثلاثة ايام عمره وتردون. ايه رحتوا المدينه، الله يبلغنا ان شاء الله. وين اقدر اروح ولا اجي وبرك طايح كذي؟ ان شاء الله الله يسمع منك ان شاء الله. بدر هذا هو دواره في السكه ليل نهار، عنده قرشين حطهم على السياره القرنبع. ان شاء الله يلا تردون بالسلامه، مع السلامه. يسلم عليك خالك. ها ايش فيك؟ كل ما سالتك شيء ولا قلت لك شيء قلتي لي ها ها ها. ايش فيك؟ وين عقلك طاير يما؟ من اللي متصل؟ خالك. ما سمعتيني وانا اقول لك سلم عليك خالك؟ الله يسلمه. يقول في المدينه باكر بيرجعون. يما انا بروح احضر دروسي، اذا خلص طفي عني العشاء. معقول يفكر فيني سعود مثل ما افكر فيه؟ بس ليش ما سأل عنك كل هالسنين؟ لو يعرف سعود ايش كثر عندي اسئله محتاجه لها اجوبه. يلا يا شباب استاذنكم انا. وين بدري يا منصور؟ والله وراي شغل لازم اخلصها. مع السلامه. بس لا تنسى المحاسبه ها قريبه. هفا هالمرة بندبسك، مو كل مرة احنا ندفع، هالمرة هو اللي يدفع. اي بدينا نطنز، انا لو فاضي كان قعدت وريتكم الشغل عدل، لكن هيا يلا مع السلامة. مع السلامة. يا هلا ومرحبا. مع السلامة. اقول لك انت ليش ما تيجي لنا زيارة وبالمرة تمر بيت عمك وتسلم عليهم وتشوف اذا هو في البيت او في المستشفى؟ تقول لي يا فاضل بدر لا درس ولا عنده شهادة؟ بصراحة يا سعود بدر هذا صايب. ولا حد يعرفه ولا ندري حتى وين يروح. أم منيرة يا سعود ما شاء الله عليها الله يحفظها درست سنة أو سنتين في قرية بعيدة عن البلد، والسنة هذه نقلوها عندنا، صارت هي واختي سارة في نفس المدرسة. هم صديقات من زمان؟ لا زالوا ما يفرقون بعض، يا في المدرسة يا بالتلفون العصر والليل. ايش فيك ساكت؟ لا لا ما فيني شيء. كأنك تبي تقول شيء ومستحي. عندك شيء، عندك رسالة أو أي شيء تبيني أوصله لهم أنا مستعد. بعدين أنت تعرف ما بيني وبين أختي أي شيء نخبي على بعض. بعدين يا أخي إحنا متعودين على الرسائل، ولا نسيت؟ بس خلها تقول لمنيرة أن سعود يسلم عليها. أبشر ولا يهمك يا سعود. طلع الساعة أكيد أخرتك. يلا مشينا يا فاضل. يلا تفضل. ايش فيها بنت اختك منى ما شاء الله عليها؟ مال وجمال ودلال وشهاده عوده، ايش يبي اكثر من كذي؟ لكن انا عارفه ان في وحده شغله تفكيره. انت ما تقولي لي انت ايش حقه محروقه؟ انت ايش فيك؟ انت ايش فيك؟ تصدقين انا متضايق اكثر من سعود. انت متزوجينه غصب. زين يمكن البنت ما ترضى، ايش فيك انت؟ لا تضايقين الولد، لا تأذين الولد، ترى هذا مو بزين له ولا زين لك ولا زين لي انا ولا زين حتى حق البنت. يا حج علامك، هذا ولدي وانا اهمي مصلحته. ما ادري انا حاسه ان في وحده شاغله مخه. من هي؟ ماني عارفه. انا بعد ما بقول لك. تعرفها؟ اي بس ما بقول لك. مني؟ ما بقول لك. قول يا حج قول. فكيني ما اعرفها. خير وش فيكم؟ اصواتكم قاعد اسمعها وانا في السياره برا. اي اصوات هذه؟ فضحتنا فضيحه العالمين. زين كذي صوتك واصل السياره، صوتك جدي بروحك. فك نفسك ياكل موته تعرق الصلاه، فك نفسك من النشبه. هلا بامي الغاليه، هلا بغلات الكون هذا كله. اي قص علي بالحكي. ايش فيها منى بنت عمتك؟ لا السالفه فيها شيء، شكلكم متخانقين. متخانقين؟ ترى قبل شوي انت تقول صوتنا واصل اخر الدنيا. يا ولدي امك هذه ما خلت شيء الله يهديها. الا تبي تعرف منو هذه اللي في راسك؟ تعرف تراني منو في راسك؟
قولها يا ولدي، انت تفكر في منو؟ منو هذه اللي في راسك عشان نروح نخطبها لك وفكري. الله يهديك انت يبا بعد، حتى انت تقولي من البنيه. يا ولدي شو اسوي شو اسوي، تعايت وياها قلت لها خلي الولد على كيفه، تقول الا اعرف منو هذا اللي في بالك. اي يا يمه لازم اعرف مني هذا اللي في بالك. ليش يا يمه ما تبي تفرح قلبي؟ ابي اشيل عيالك قبل لا اموت، حرام عليك يا يمه. خلاص خلاص يمه، لا تضيقن خلقك ولا تضيقن صدرك، الله خليك لي. اذا الموضوع عشان زواج خلاص انا بتزوج، وعشانك انت بعد، بس انا ما ابي اشوفك كذا يمه. الموضوع كله ترتيب امور، وانا بيني وبينك ابغى ارتب اموري وبعدها يصير خير. قال جوال جاء. هلا اركد، هلا هلا تبشر نفسك. ها سم، هذا الجوال جديد ذا؟ هاي جديد، وجهك وجه جديد انت بعد، مستعمل تمشي امورك فيها الايام لين نشوف لك حل بعدين. اقدر اتكلم؟ اي تقدر تتكلم، بس شغله قبل. شغله الو؟ شغله يا قروي، شغله اول من شغله من هنا. ها شوف زره هنا فوق الشغله، زين يقول لك ادخل الرقم السري. ايه دخل 0000 عدل، بس زي. وحدات اسهل. تبي واحد واحد انت؟ ابشر، واحد 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 واحد. سم ها شغال. عطنا واحد شاهي. تعالي شوفي يا ابوك ما ادري ايش فيه. جزاك الله خير يا ابو فهد، ما قصرت. اغناك الله يا حج عبد الله. هني وعافيه، هني وعافيه ان شاء الله دائما رب. هني وعافيه، مشكور مشكور يا ولدي مشكور، ما قصرت الحقيقه. الله يسلمك سعود ولدي. سم مالك نيه مر الديره انت بعد؟ يا عم لازم امر، هذا حق وواجب علي ولازم اوفيه. عفي عليك عفي عليك ولدي، هذا خبري فيك. يا ابو فاضل هذا ولدكم، ان ما ياكم وين يروح؟ اكيد 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 اقول نعم. اخوي ثاني اليوم اشوفك كأنك مو طبيعي، ما كلت عدل. لا الحمد لله رب العالمين. انت اللي ما كلت ما سويت شيء بعد؟ انا مو بكل شيء اكل، انا ترى موصيني شيء. اي بس تعال يا شيخ. بالعافيه بالعافيه رب. اغناكم الله عامر ان شاء الله عامر. مشكور يا عم. الله يهنيك ابوي، الله يطول عمرك يا اخوي. خلص الله يهنيك يا حجي وكثر خيرك. ابو منصور جزاك الله خير، يدك هذه كم تسوى عندنا بس، الله يبارك فيك. هلا 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 بالعافيه بالعافيه. الله يعافيك اللهم سلم. اقول حج عبد الله قول ان شاء الله نفرح في ملكتك. اقول استاذ حمد سلم ان شاء الله نفرح بملكتك وعرسك بعد. بس يا عم طاب جو العزوبيه تفضل تفضل. اغناكم الله اغناكم الله. عافيه تعال يا اخوي. ها الناس اكلت وغسلت ومشت وانت وقت تجي ترست بطنك لحم وعيش؟ اقول هذه هي العزيمه اللي انت بلشتنا عليها. خلاص اقول يا اخوي لك تقعد تدلنا يا اخوي باللحم والرز اللي انت عطيتنا اياه بعدين. والله العظيم لا تقص علي يا اخوي، ترى انا بالعزيمه لحالي. ها انتبه. اقول انت الواحد بس تبيه كثر كلام معك عشان تسولف لين بكره. انت كنت الحركه هذه قدها راح اغسل راح. الله عليه بصور ذا ما هي حركاته. حي الله مليان. الله يحييك انت، ما تبارك البيت ما يكون من زمان. حياكم الله. قلت لها يا اختي يا فاطمه وعجزت منها ما تسمع كلامي، قلت لها ابقوا الليله عندنا
انت واخوي ترى مشتاقه لهم وما شبعت منهم. ما تسمع الكلام، انت قلت تبي تروح وما تبي تحترينها ولا يوم. ايش دعوه عاد يا حافر؟ كذي يا فاضل تبين تروحين؟ حنا ولهنا عليك؟ ما يخالف قعد عندنا كم من يوم وحنا نوديك اذا بغيتي؟ قولي لها يا فاطمه يمكن تسمع كلامك. يوه لا لا لا، تبين الصراحه؟ لا ما اقدر، ما اقدر اهد بيتي ولا يوم. انا قاعده وياكم هني وقلبي عند ساره. بصراحه يا خالتي انا وايد زعلانه من ساره، ليش ما جت وياك اليوم؟ وش اسوي؟ تقول عندها تحضير للمدرسه، قلت خلي على كيفها اريح. لا بقول لك الله يوفقها ان شاء الله. وين المدرسه؟ في الدير عندنا، مو البيت يم المدرسه. سمي يما اكليها الخوخه. سم الله عدوك يا بنيتي. بس يا يما توني باكله توني. الله يعافيك. ايش دعوه يا حافظ؟ اكلي يا موزه. البيت بيتكم، حياكم الله. يا هلا فيكم. هلا هلا بعد عمري. هلا منى. يما ايش فيك قاعده شي بعيد؟ تعالي قاعده يمي، تعالي تعالي. ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله، كبرت ها كبرت. يعني خلاص اكيد بتجي ولا مثل كل مره يعني؟ يا اخوي اكيد اكيد بجي. بس انا رجاء قبل لا تجي بلغني بالتلفون عشان اكون مستعجل. رسالتك بتوصل ترى، تطمن. اكيد اكيد. المهم انا بجي بس ما بي احد يدري. عفوا عليك وانا اخوك سرك كبير. وبعدين يا اخوي منيرة وسارة هم الوحيدين اللي علاقتهم مع بعض ما تغيرت، واسرارهم عند بعض. ممتاز. المهم إدارة السوق بتطول. يا اخوي علي انا حري وانت عارف سوالفهم ذكرتني فيهم. يلا توصي بشيء؟ سلامتك انت من نفسك. اقول بلا هذره ثاني شيء بشويش على البيبان. سكتي عنا واللي عافيك، بديتوا بالهواش. تحرك حرك يلا. اقول مدام انك كذي مبسوط وفرحان عندنا هني في الدمام، ليش ما تينا يا اخوي؟ احنا نبغيك تعال هني واستقر عندنا في الدمام. والله ودي يا حج عبد الله، ودي وقربكم ما ينعاف، بس عاد شو تسوي؟ شو تسوي فيني؟ انا مثل ما تقول اسمك اذا طلعت من الماي تموت. وبعدين انا ما اقدر اهد الديره. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اشوف حافظ الامثله هذه البحري اسمك ها نطلعوها في الماي تموت. بارك الله فيك. بعد شو اسوي اللي اقعد معاكم اتعلم منكم. احسنت احسنت. ها سعود وين الجماعه؟ راحوا السوق يا عم محمد وبيشتروا لهم بعض الاغراض بيطلعوا للديره. انزين ما قالوا لك متى بيمشون؟ انت ما عليك منهم يا استاذ حمد، افا عليك بس متى ما نويت قول انا اللي بوصلك. ما اقدر يا حج عبد الله هد ربعي، بعدين اخاف يزعلون. طيب يا عم بصراحه انا ابغى اروح اشوف عمي وابغى اروح اشوف الديره وشلون صارت. وش رايك تروح معي بسيارتي؟ حق واجب وانا عمك. انا بغيت اقول لك بس مدام جات منك اجل خلاص خلي الجماعه يروحون وانا برجع وياك. بس ها لا تسرع، ترى انا واحد اخاف من السرعه. ولا يهمك يا محمد، بس اهم شيء تراني برجع الليله، عندي شغل بكره لازم اخلصه قبل ارجع الرياض. خلاص ما على كلامك زود يا سعود، راح شوف عمك وعيال عمك وسلم عليهم. انت واهل مهما فرق بينكم الزمن. بدر وينه؟ وين بدر؟ بدر راح يوقف السيارة الحين يجي. أجل ليش تأخرت علي يا بنتي؟ يبا جي ولا ما جي؟ كيف؟ أهم شيء راحتك يا يبا. وينه؟ وين بدر أبي أشوفه؟ وينه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ها يا بدر اسمعي ابوك انا ذي المرة شكلي مطول في المستشفى،
عاد ابي منك تمر النخل الثاني، لا تخليه مره يبه اسقي النخل وعلف على الدبش، لا تخلي على الهندي ابوك. ان شاء الله يبه ان شاء الله. قاعد مع ابوك شوف ايش فيه ايش يبي. زين زين يبا. انا بروح الساعة واحدة وبرجع. زين بس لا تتأخر. زين ايش يبي منك ولدك؟ يقول عنده شغل ساعة وبيرجع. ايش قال لك الدكتور اليوم؟ تعبان يا بنتي تعبان، احس نهايتي قربت، أخوك مو براضي يريحني قبل لا أموت. لا تقول هالكلام يا ريبة، الله يعطيك طولة العمر وتشوف عياله. ما عليه تحمله، إن شاء الله بيريحك. هذا هو يدور له شغل وبيلاقي إن شاء الله. أنت بس ريح بالك يا ريبة. مين مشكلة؟ بس انت ايش سويت؟ ايش سويت انت؟ فع عليك بس السعدي ماهر والعبث، هذه الجوازات وعليها التأشيرة من السفارة والتذاكر بعد، وش تبي يا ابو براك؟ اي والله يعني متى بنسافر؟ هي متى ما متى ما فيها متى السالفة؟ الليلة سفر، وش فيك ما تقرا انت؟ طالع عداه مكتوب الليلة يا يبا، وعدانا على بدانا تران اليوم بسافر وعدانا على. بس هلي من بيوديهم كل يوم لابوي في المستشفى؟ ردينا على هلي وعلى طير يلي. لا يا ابو براك لا، ابي قلبك هذا يصير صخر حجر. وبالمرة وانت رايح لهم طال عمرك توديهم البيت، قل لهم بتأخر لي اسبوع اسبوعين ويمكن اكثر. عدل عدل، تصدق يا سعيد انا اول مرة بحياتي امسك تذكرة بيدي. انا اول ما تخرجت من الكلية يا محمد تعينت في الرياض. الحج عبد الله تضايق كثير، لكن يوم عرف ان هذا مستقبلي اقتنع. حتى امي فاطمة مسكينة زعلت وتضايقت تكدرت، لكن الحج عبد الله ما قصر، اقنعها ورضت بالواقع. الحمد لله على كل حال يا سعود، هالجماعه الطيبين الله عوضهم فيك، وترى لو جاي لهم ولد ما سوى اللي انت سويته، هذا لانك اصيل ولد اصيل. صدقني يا محمد انا مهما سويت لو اعطيهم عمري كله لا يمكن ارد لو جزء بسيط من اللي سواه معي، وانا دركت هذا الشيء من زمان واقتنعت فيه من يوم انحشت من الديره اخر الليل. كنت لازم اثبت لهم، لازم اثبت لهم ولازم اصير اللي انا ابي. الحين يا سعود انت اثبت للكل انك صرت رجال. حتى انت يا عم حمد ماني بناسيك، لا يمكن في يوم من الايام انسى مساعدتك لي. الله لا يحرمني اياك، لا انت ولا ابوي ولا امي فاطمه. تذكر يا عم حمد تذكر يوم انحاش اخر الليل من الديره؟ تذكر؟ عاد هذا النسي. ايه اذكر يا سعود، عاد الحين وانا عمك قم لا نتاخر. يلا يلا مشينا. يلا تفضل يا فاطمه. الله يهديك، بس الله يصلحك يا ابوي. الولد من حقه انه يزور اهل ديرته، يزور ربع ابوه الله يرحمه ويغفر له، ما نقدر نمنعه. واذا في يوم من الايام عمه انقسى عليه، ترى اليوم طايح مريض، يعني واجب سعود انه يزور عمه. هذا احسن له واحسن حق عمه واحسن لك، احسن لي انا واحسن حق اهل الديره كلهم، عشان باكر ما حد ينقذ عليه. يا حجي انا ما قلت شيء، بس شلون اذا طرده وفشله قدام الناس بتفرح فيه مرتعمة؟ وبعدين لا، هذا ولد سعود وأنا أخبر فيه، إذا أحد غلط عليه ما ينام طول الليل. لا
الله يهديك، ما ينام وينام وينام. انت قدمي الخير قبل. انا ما اتصور ان عمه عقب هالسنين هذه كلها بيطرده ولا بيسوي كذي. لقد انتهى وقت زياره على جميع الزوار مغادره المستشفى. تكرر على جميع الزوار الكرام مغادره المستشفى. يمه الزياره انتهت وبدر للحين ما جاء. خل روح ننطر برا يمكن الحين جاء. هذا اللي يقول ساعة وبيرجع؟ تأخرت شوي وهذا نجيت، وش فيها يعني؟ وشنو هالأغراض اللي ورا؟ هذه ملابس وكنادر لي. ومن وين لك الفلوس؟ تسلفت من صديقي سعيد. وش لك بالسلف؟ لا حول الله، يما تراك مسختيها بهالأسئلة الله يهديك، وراي أنا سفر. الو، هلا هلا. لا لا يا ابن حلال قربنا. طيب طيب، مع السلامه. اكيد هذا فاضل. اي فاضل يا محمد، وينتظرنا عند باب البيت بعد. اي احنا قربنا ان شاء الله بنوصل. انزين ما قلت لي وين بتسافر؟ بسافر كم يوم، عندي شغل بزنس بزنس مو لعب يمه، بعدين برد. انزين وابوك اللي طايح في المستشفى؟ ابوي علاجه في المستشفى مو عندي، علاجه عند الدكاتره. ايش دخلني انا اضيع مستقبلي؟ خلاص خلاص لا تصرخون، خلي على كيفه يا يمه، وابوي تحت رحمه الله. انزين واذا سالني ايش اقول له؟ انا بقول له بس انت لا تتاخر. يلا زين 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 زين، الحمد لله. وايد ولحت عليكم ولحت عليكم بس تاخرتوا برقبتي وايد. هوا يما هوا هوا من قالك بعثيني انا يما؟ منى ونور سالوا عليك وايد وقالوا ليش ما جبتي ويا. المهم خالتي شلونها؟ زينه تسلم عليك، كلهم يسلمون عليك. الله يسلمهم ان شاء الله. عين خالي وين؟ خالك وسعود جايين بعد شوي. سعود ولد عم منيره؟ ايه سعود ولد عم منيره جاي يشوف بيت عمه. عيل فاضل وين؟ فاضل برا ينتظر سعود وخاله. على ذنكم. يلا ويا يما تعالي ماتي حبيبتي مو وايد ولا حبيبتي واي ساره عفوا بعد جاني جاي حركات تعرفها هاي. ها
يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا. قلطوا قلطوا تفضلوا يا هلا 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 والله. عليكم. عليكم السلام. اقلط اقلط. السلام عليكم. تفضل. حياكم لا لا اصبر يا فلان. ها ما شاء الله وش اللي صار بهالديره؟ وين البيوت القديمه؟ ما برح الداخل بس اقلط 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 بس. لا لا يا فاضل انا بيدخل داخل ابي اروح اشوف البيوت القديمه واتمعن فيها قبل الليل. زين اجل اجل خالي انت قلت داخل وانا بروح مع سعود. لا لا الله يرحم والديك خلني على راحتي انا بروح اتفرج فيها وبعدين برجع لك. خلاص يا فاضل خل على راحتك مثل ما قال بس ها لا تضيع احنا نستناك على العشاء راح وتعال. ها ابشر ابشر يا عم حمد. يلا زين شوف الطريق من هنا شفت الشارع هذا على طول تطلع من الشارع هذا وبتشوف القريه القديمه مقبلتك واكيد تتذكر كل شيء واذا ضيعت كلمني بالجوال. ان شاء الله انا كلها نص ساعه بس اتمشى وتمعن في الديره وارجع ان شاء الله. من هنا على طول اطلع. خلاص خلاص يا فاضل. يلا على ذنبك. لا تتاخر سعود. وينك يا منيره وينكم؟ ردوا على التلفون. عيشها